والواجب فيه الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مس ركبتيه بيديه، فالانحناء اليسير لا ينفع، لا بد من أن تخسر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيديك. وقال بعض العلماء إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، والمؤدى متقارب. المهم أنه لا بد من هص الظهر. ومما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدوجبا، وأن يكون رأسه محاذيا لظهره، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وأن يجافي عضديه عن جنبيه.